معنا اتصال، من؟ اتصال أبو علي. أبو علي تفضل أبو علي. السلام عليكم. حياك الله. سلام. لو سمحت أبو سلام الشيخ، عن وضع المبخرة في قبلة المصلين وفيها جمر، يصلح هذا ولا ما يصلح شرعا؟ شكرا. الأمر سهل في هذا يا أخي، الأمر سهل. المبخرة هذه معلوم أنها فيها جمر ويحتاجونها الناس لتطيب المسجد، إذا كانت أمامهم فلا تؤثر إن شاء الله. نعم. أبو علي بقى شيء من الأسئلة؟ أحسن الله إليكم.